كشفت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الطائرات عن حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى 3180 طائرة جديدة تبلغ قيمتها نحو 730 مليار دولار خلال 20 سنة القادمة. وقالت بوينغ إن 30% من تلك الطائرات سيحل مكان طائرات تعمل حاليا في الأساطيل الجوية، أما النسبة المتبقية والبالغة 70% ستكون لتلبية متطلبات التوسع السريع في أساطيل شركات الطيران في المنطقة.